بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا مع درس من دروس النحو العربي، ألا وهو درس الحال غير المفردة. يصحبكم في هذا الدرس الأستاذ علي السمري. بداية، أحباب الطلبة والطالبات، علينا أن نتذكر معا اللي احنا درسناه مع بعض في الحال في الصف السادس الابتدائي، وعرفنا من خلاله ان الحال هو عبارة عن اسم نكرة منصوب، واسم نكرة عن غير معرف بالالف واللام او غير معرف بالاضافة، وان الحال يبين هيئة صاحبه، بيبين هيئة ايه؟ صاحبه، يعني له صاحب، وانه يظهر في الجملة الفعلية، ونسأل عنه بالسؤال كيف. تمام؟ يبقى اسم نكرة ومنصوب بيبين هيئة صاحبه، صاحبه ده اللي ممكن يكون فاعل او ممكن يكون مفعول به، يعني بيظهر جوه الجملة الفعلية، وساعة ما تسأل عنه تسأل عنه بالسؤال ايه؟ كيف. زي بالظبط صورة الطفل اللي ظهر قدام مننا ديت، نستطيع ان احنا نعبر عنها بالجملة الاتية: يشرب الطفل اللبن سعيدا. فساعة ما انت تسأل سؤال تقول كيف يشرب الطفل اللبن، ايه حالة الطفل وهو بيشرب اللبن؟ كانت حالته سعيدا، فكلمة سعيدا بينت حال الطفل، الطفل اللي هو الفاعل داخل الجملة دي. أو ممكن نقدر نعبر عنها بجملة تانية: يشرب الطفل اللبن دافئا. فكان حال اللبن اللي الطفل بيشربه كان دافئا، إذا دافئا هنا حال لكلمة اللبن. إذا الحال قد يكون صاحبه الفاعل أو المفعول به داخل الجملة الفعلية. ولاحظ معايا أحبابي الطلبة والطالبات، نلاحظ مع بعض نقطة مهمة جدا. إيه هي؟ ان الحال له انواع، يعني ملهوش نوع واحد، لا له انواع. وايه كمان؟ وان انواع الحال هي نفسها انواع الخبر، وهي نفسها انواع النعت. لو احنا نفتكر مع بعض، نفتكر في سنه سته ابتدائي واولى اعدادي، عرفنا ان الخبر له تلات انواع، يا اما خبر مفرد او خبر جمله او خبر شبه جمله. وخدنا برضه في درس من دروس النحو السنه دي ان النعت له انواع: مفرد وجمله وشبه جمله. كذلك برضه الحال لها تلات أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. طيب، الحال المفرد عرفنا مع بعض يعني ايه حال مفرد، عرفنا من ما سبق ما معنى الحال المفرد. تمام كده، من خلال المثال بتاع الطفل الذي يشرب اللبن. ولكن بقى السؤال اللي هنا: وماذا عن الحال الجملة وحال شبه الجملة اللي احنا بنسميه الحال غير المفردة؟ يا ترى نعرفه ازاي؟ بنعرفه من خلال قاعدة أساسية. القاعدة دي بتقول إيه؟ أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هقولها مرة تانية: الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. مش فاهم يا أستاذ، ما معنى هذا الكلام؟ كلام دهوت معناه لو إحنا هنيجي نترجمه مع بعض لعملية حسابية، هنقول أن الاسم النكرة، يعني اسم النكرة تاني؟ يعني غير معرف بالالف ولام او غير معرف بايه؟ بالاضافه. اذا اتى وراءه، لو جه بعده جمله او شبه جمله تعود عليه ومرتبطه به وتبينه، ماشي؟ اذا فالجمله او شبه الجمله دي بتكون موقعها الاعرابي نعت للاسم النكر. فهمت الحته ديت؟ اذا لو في عندي اسم نكره جاي ورا منه جمله او شبه جمله مرتبطه به، فالجمله او شبه الجمله دي تبقى ايه؟ نعت له. طيب، ولو كان عندي اسم معرفة، اسم ايه؟ معرفة، يعني معرف بالالف واللام او بايه؟ او بالاضافة، جاء بعده جملة او شبه جملة بتبين حالته او تبين هيئته، تمام؟ فساعتها اعرف ان الجملة او شبه الجملة ديت بتكون حال للاسم المعرفة ده. كده فاهمين الحتة دي كويس؟ ماشي. طيب، تعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض كمان مجموعة من الامثلة. لو احنا عرضنا دلوقتي حاليا قدامنا دلوقتي طريق، وهذا الطريق عليه عربية سيارة، وهذه السيارة كما تظهر أمامنا بتسير، السيارة على الطريق. يا ترى مين اللي يقدر يعبر عن هذه الصورة؟ واحد يقدر يعبر عنها بالجملة الآتية: رأيت سيارة تجري بسرعة. جميل. وواحد تاني يقول: طيب إيه رأيك يا أستاذ لما أقول رأيت السيارة تجري بسرعة؟ هنلاحظ إن في الجملتين دول إحنا قدامنا جملتين فعليتين، كل منهما بدأ بالفعل الماضي رأيته. ومين اللي شاف؟ انا اللي شفت. شفت ايه؟ شفت سيارة. واحد تاني قال انا شفت السيارة. فلاحظ ان في عندي في المفعول به تغير. في الجملة الاولانية جه المفعول به نكرة، ماشي، وجه في الجملة التانية معرفة، يعني معرف بالالف واللام.
طيب، وبعد كلمة سيارة في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية جاءت جملة فعلية مرتبطة بكلمة سيارة اللي هي تجري بسرعة. ماشي؟ فالجملة الفعلية تجري بسرعة مرة جت ورا اسم نكرة، ومرة تانية جت اسم ورا إيه؟ اسم معرفة، والجملة الفعلية مرتبطة بها. إذا في حال الجملة الفعلية الأولى اللي جت بعد اسم نكرة في حالتها تعرب نعت. يعني ساعة ما أجي أعرب الجملة الفعلية تجري بسرعة، ماشي، أقول تجري فعل ما فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي اللي وعيد على السيارة، بسرعة جر ومجرور، والجملة الفعلية في محل نصب نعت لكلمة سيارة. أما تجري بسرعة في الجملة الثانية يبقى موقعها الإعرابي حال، لأن هي جاءت وراء اسم إيه؟ معرفة. إذا عشان نلخص القاعدة ونكون مركزين مع بعض فيها كويس، لو أردت إن أنت تبحث عن الحال غير المفردة تعمل إيه؟ أول حاجة ابحث عن جملة أو شبه جملة مرتبطة باسم معرفة، الاسم المعرفة ده جه قبل منها مباشرة، والجملة أو شبه الجملة دي بتبين هيئته أو حالته. تمام؟ دي نقطة. النقطة رقم اتنين، لو أنت سألت عن هذا الاسم اللي هو الاسم المعرفة ده بكيف، ستصبح الإجابة الجملة أو شبه الجملة اللي جت بعد منه. تمام كده؟ طيب ندي مع بعض كده أمثلة عشان نفهم كلامنا مع بعض. لما أنا أجي أقول عاد الطفل وهو مصروف، تمام كده؟ هات لي وجرب معايا أداة الاستفهام كيف، تمام؟ وحطها قدام الفعل وتسأل السؤال كيف عاد الطفل؟ الإجابة هتكون إيه؟ وهو مصروف. إذا الجملة الإسمية هو مصروف بقت حال، ها، لكلمة إيه؟ الطفل، نوعها حال غير مفرد لأن هي جت جملة، جاءت إيه؟ جملة، وهو مصروف، والواو اللي قبل كلمة هو بنسميها واو الحال. تمام كده؟ كويس. طيب بصوا على برضه المثال التاني ده، لما أقول لك عاد الطفل يبدو عليه السرور، برضه لو أنا سألت السؤال كيف عاد الطفل؟ هتجاوب عليه تقول لي يبدو عليه السرور، فأصبح الحال حال، ها، جملة فعلية اللي هو يبدو عليه السرور. جميل. طيب لو سأل، ولو حطينا جملة ثالثة، عاد الطفل في سرور، لو سألت برضه السؤال كيف عاد الطفل؟ أصبحت الإجابة في سرور، يبقى حال شبه إيه؟ جملة عبارة عن حرف جر واسم ايه؟ مجرور، والحال ده لكلمة ايه؟ الطفل. إذا لاحظ معايا إن الحال دايما بيظهر في جملة فعلية، سواء كان حال مفرد أو حال جملة أو حال شبه جملة، وإن الحال دايما أيا كان نوعه بتسأل عنه بالسؤال كيف. تمام؟ وأن الحال صاحبه دائما بيكون معرفة، صاحبه دايما بيكون ايه؟ معرفة. كويس أوي. إذا خلاصة الدرس سريعا كده عشان نفهم مع بعض القاعدة ونلمها مع بعض بسرعة. أول نقطة ناخد بالنا مع بعض فيها، الحال يظهر دائما في الجملة الفعلية إذا ما ندورش عليه في الجملة الاسمية، ندور عليه فين؟ في الجملة الفعلية. اتنين، الحال يبين هيئة صاحبه. تمام كده؟ ولو قلت يبين هيئة صاحبه فأنت تعرف إن أنت تسأل عنه بالسؤال اللي إحنا هنشوفه مع بعض. النقطة الثالثة، وهي صاحب الحال يا إما أن يكون فاعل يا إما أن يكون مفعول به، والحال ملوش نوع واحد، له ثلاث أنواع، أي هما المفرد والجملة وشبه الجملة. جميل. الحال الجملة وشبه الجملة يأتيان بعد اسم معرفة مرتبطان به. تمام. ولو حبينا نسأل عن الحال نسأل عنه بالسؤال إيه؟ بالسؤال كيف. جميل كده. طيب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا معكم في عرض هذا الدرس، درس الحال غير المفردة. نتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت إليكم. نشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة.